ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا خديجة جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس من المعمل النظافة والعفيفة كل شيء كنترولي بالملي. ماكينات جدد ظاهر اخر مصادر في التكنولوجيا. تقول شعلينا في الاوروب اما احنا في تونس بالضبط في سيدي بوزيد. بالحق حاجه تشرف ديليس والله سي توب. القيصر بدنا تعيش معانا. بذره صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤوليه ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم عز ما تختار. نيلا ستونغر ديكوراسيون اي ار دو تال او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. مرحبا بكم في باتل شيف لا روسيت. اليوم باش نعملوا نسكالوب دو بولي غريي مع زادة ليجوم غريي. باش نستعملوا بوافرون كورجيت كاروت اونيون وأوبرجين. الحاجة اللي باش نستعملوها في الروسيت هذية اللي هي البوالة هذية سبيسيال شوية OMS دوبل كوفركل اللي هي عندها إتانشيتي لهنا أونجوان كيما نشوفوها فيها الجريل متاعها باش يخليونا كالكوتي ماركاج متاع الليجوم ولا كو سوسوا اللحم ولا الحوت. اون بلوس الريبارتي بيان لا شالور كي نسكروها لهنا عندها فيرميتور أيمن تتسكر بيه. الحاجة الوحيدة اللي مناش نستعملو بها فيها هي الماتيير غراس فو كالي أون غرانيت ماهيش باش تلصق. ناخذو ليجوم نتاعنا نبداو نقصو فيها اون مورسو. ناخذو الكاروت نتاعنا نقصو على 4 ولا على 2. لوبرجين اون رومبيل. بعد نشوفوا الافي نتاع الكادرياج اللي باش تعمل هنا البواله او ام اس سبيسيال دوبل كوفرك. كعب الكورجيت قصوها كيما سفناريه. ولافونتاج سي كو نجمو نطيبو حاجتين فيها البوال فو كيل فا ريبارتيغ لا شالور. نجمو نبداو نطيبو الدجاج وبعد نخلطو عليها الخضره نتاعنا. ناخذو الدجاج ناخذو الاسكالوب دوبلاش نشرحو. شعلو الغاز نتاعنا حطو فيه البوالة. معنا دو فاس نجمو نستعملو فاس لوطانية ولا الفاس فوقانية. ليجوم نتاعنا سايي الدجاج كيف كيف لاسيزونمون جوست شوية سيل اي بوفر. Sans matière grasse. L'avantage pour le poêle OMS à double couvercle, c'est qu'elle est en granit. Nous avons une stambouche matière grasse. De telle façon, on peut avoir une mecle saine ou saine. Chouaïa. Fais le fil. Fais kif kif un système de sécurité. Je vais mettre le qui m'a chauffé le hanin. Un aimant. Je vais te sacre. Le poêle MTI. Sortnote. Vu que le dijej ou les légumes ont même pas le temps de cuire, on va commencer avec le dijej. On va mettre les légumes. On va prendre
طرف الدجاج نتاعنا كيما قلت لكم سون ماتير غراس. حطوه سكروا عليها، ما تخافوش عليه، الدجاج ما باش يصير له حتى شيء، في كل بواله هي اللي سبيسيال اون غرانيت، اللي باغي بارتير لا شالور. توا نخلطوا لي ليغوم تاعنا. حطينا ليغوم تاعنا، نجمو نسكروا وننساوها مدة 5 مينوت. ما نخافوش عليها. نجمو تعملوا حاجة أخرى فيكو لا بوال دوبل كوفير أو إم إس إلي أون غرانيت بلاهي بالشد بلاهي باش يصير لها حتى شيء. كيما نشوفوا لهنا عندنا البوالة أو إم إس دوبل كوفير. كيما قلت لكم الأول فيها السيستيم نتاع الجوان نتاعها باش يسكر عليها بوغ كو لا شالور ما تخرجش. فما افونتاج زاده واحد اخر فيها البوالا او ام اس سي كو تنجم تخدم فيها بيس كبيره نتاع الحم ولا دجاج، ما تقعدش لا تحل فيها لا تقلب لا تفير على حد شيء، تنجم تقلبها ديريكت وتخدم به. هنا كيما راو خضرتنا والدجاج نتاعنا طابو باش نتعداو للدريساج. اون بلوس ما تخافوش الاخطاء ينجم يتنحى فاسيل للغسيل ولا للدريساج. روسيتنا اليوم حضرت كيما تراوها صحية سون ماتيير غراس. استعملت لابوال دوبل كوفيركل او ام اس اللي سهلت لنا التطيب، ما استعملت لا فيها لا زيت لا زبدة. كيما تراو الدجاج نتاعنا بيان دوري بيان ماركي هو ليغوم نتاعو. باتل شيف لا روسيت اليوم وفات، نتقابلوا في الحلقه القادمه. ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قطرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا. وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة في كل وقت ما تلقاها كان هي، خطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا نسرين، جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفروا أحسن كاليتي متاع حليب، هكيكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتام عز ما تختار. ستانلي فيغ ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل.